أو رايح اللي يروح البيت الله لازم يدقق حسابه. خاضي منشور انتقاد لسلمان أو محمد بن سلمان، يا ولد بشرفكم تلاحقونا بسرعة كل جماعة اللي رايح للحج، حتى إذا ما يدري نتصل به نقول له أغلق حسابك بين ما ترجع. ندخل العرفات بعد قليل إن شاء الله. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. وليد الخشماني رايح للحج. يلا هي فيفي عبده وراقصه دينا راحت للحج، ايش معنى بقت على الخشماني؟ بس انا قلت لكم شوفون الناس اللي ممكن منتقد السعوديه حتى ننبههم، مو الناس اللي تلوق لهم. وليد الخشماني ايش عنده وجبتوا لي اياه؟ ملوك الشيوخ عندنا وكوم حكام، بس انطيني واحد قام بالليل وويطرت الفجر دز جيش للشام. غسلت ايدي بعد من الدشاديش لان طلعت مراجل بس بالاعلام. شو سواني بعقل تبني لي ابراج وفوق اطفالي ما يتخر الاخيام. بلاد العرب راحت والعرب صار امرها بين عجمي وبين حاخام. ولك انت شو مسوي بروحك؟ هاي شو مسوي بروحك؟ تعرف اذا واحد من ذول الناقصين اللي بالسعوديه لقوا في المقطع هذا وسلم للامن السعودي يسحلوك ويطيحون حظ حظك. لا لا شلون تقول؟ غسلت ايدي بعد من الدشاديش لان طلعت مراجل بس بالاعلام. يعني شنو قصدك؟ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بوخه فارغه ومراجل بس بالتلفزيون؟ لك الزواج بطيحة عظم. بسرعه بسرعه تلحق نفسك وخيط الفتك هذا بسرعه، لا تروح بالرجلين تلحق. ايش جابك عطلع من ظهر الاشتر؟ الملك سلمان عن الوقف الطير على رؤوس المراجل من تهز بر. ايه عافية عليك، هسه انت تمام. حتى لو يلقفون المقطع ذاك اللي طلعت به ملوك وامراء الخليج مراجل فارغة وبوخة كذابة، شي 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 ما حد يحاسبك وما حد يقول لك على عينك حاجب، بس كون اهم شي ما عندك شفصة غير اللي عرضناها. لو عندك اثاري هالشوارب هاي لا شيء، وقبل متعلقه كلها بشعر بصدام الله يرحمه، وقبل كلها متعلقه كلها بشعر بصدام الله يرحمه، الرحمه عليه وعلى كل شهداء الله يرحمه ويرحم شهداء الامه. ايش تقصد؟ لا اوقف، ايش تقصد؟ شوارب الملك سلمان بن عبد العزيز لا شيء، شوارب ولي العهد محمد بن سلمان لا شيء. طفي الكاميرا. هي تلحق لها بعد طفي الكاميرا. ولك انت عبالك مثل ما سووا وياك بالعراق من كنت تحكي بطائفية وقفت على منصات العنزة والقمامة وساندت وشعرت للدواعش ومن خلصت من بعد ما ولد الملحس يحقون بطارة رجعت معزز مكرم بدون محاسبة؟ لك هذا يختلف، لك هذا مو مثل ان هذا قصص معارضي بالمنشار. ولكم يا الله. هس انت انا جابه بالنص وجاي تقول لي قبل كلها متعلقة بشعر صدام. لا لا وين تريد توصل؟